طيب احنا زي ما قلنا كده في البداية كنا بنتكلم عن الاختلافات ما بين الأبراج، هل او التشابه ما بين الأبراج، هل ممكن انه يكون في برج واحد ويكونوا مختلفين عن بعض؟ يعني لو نفس الأيام بنفس مبدئيا البرج. احنا خلينا نتفق ان في الأبراج الراجل حاجة والست حاجة. والست حاجة. في أبراج الراجل بيبقى أقوى، في أبراج الست بتبقى أقوى. طب زي ايه وفي أبراج الاتنين بيبقوا أذكياء والاتنين كويسين. نمسكهم برج برج، الحمل الست أقوى. اوكي. الراجل طيب. الثور الاتنين أقوياء. تمام. الجوزاء الاتنين أقوياء. تمام. السرطان الست أقوى. الراجل طيب. راجل السرطان طيب. ذكي بس طيب. أطيب من الست. الأسد الست أذكى. بس مين أقوى؟ الست. الغابة هو هي قاعد اللي بتطلع تصطاد، هي اللي بتعمل كل حاجة. اوكي. العذراء الست عندها دهاء. تمام. مش دايركت، كله من تحت لتحت، بس الراجل أذكى. اوكي. أذكى لأنه واضح. ها. اوكي. الميزان الاتنين. إذا راجل الميزان بحسه غلبان قوي. راجل طيب. خالص مين ده؟ مش عارف. يعني ده انت غلبان قوي. لا 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 لا، راجل الميزان من اذكى الابراج. طبعا. العقرب ست وراجل. القوس ست. القوس ست اذكى. وبرضه ده كله على حسب هم انهي 10 ايام.